warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Arum Safitri dari IMAN 2 Banyumas, kelas 10 MIPA 2. Saya akan membawakan surat Al-Baqarah dari ayat 6 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.